بسم الله، من الحاجات الكويسة في ريفت 2016 هو إن أنا عملت سيلكت على أي جزء بلاقي في الاختيارات اللي بتجيلي في الموديفاي حاجة اسمها سيلكشن بوكس. أول ما بدوس عليه ببدأ أشوف الجزء بس اللي أنا معلمه وبال ما مبقاش ظاهر، فده بيفيدني بإن أنا ممكن أعلم بعض العناصر، مش لازم يكونوا قريبين من بعض، مش لازم، يعني بيعلم الحاجات اللي أنا عايز بس أشوفها في 3D. تمام، من الحاجات الكويسة برضو في الريفت 2016 هو ان انا لو فتحت اي فيو وقفلت الجهاز هو بيعمل بيحفظ الزوم اللي انا كنت عامل عليه. يعني مثلا فيو 2 ده كنت عامل زوم كده مثلا الجزء دوت، وفي الليفل 1 كنت عامل زوم على الجزء دوت، فهو بيسيف كل الحاجات دي عنده في الذاكره او في الملف، بحيث لما يتفتح تاني يبقى حافظ كل فيو كان واقف فين. تمام، في ناس هتحب الخاصيه دي وناس مش هتحب الخاصيه ديت، بس ده الجديد في 2016. بسم الله، من الحاجات الكويسة في الريفت 2016 هو إن أنا لو عملت سيلكت على أي فلور بلاقي فيه اتنين برامتر مكنوش موجودين قبل كده، اللي هو الفيشن أون توب والفيشن أون بوتوم. الحاجات دي مفيدة جدا لو أنت هتعمل تجاج عايز تحط الخاصية ديت، أو أنت هتعمل سكادول. الخاصيتين دول هيفيدوك إن شاء الله كويس. في برضه من الحاجات الكويسة إن في الريندر، تمام، ضاف لي هو إن أنا أشتغل بوتوديسك ري تريسر او ان انا اشتغل بكارت الشاشه بتاعي. فالاختيارات طبعا بتفيدك ان انت بتبدا تشوف اني اللي انت هتشتغل احسن، تجرب ده وجرب ده واللي تستريح وتبدا تشتغل.